الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدين الكرام متابعينا الأفاضل، ينطلق الشوط الخامس عشر من أشواطنا الصباحية في منافسة جميلة مع سن اللقاية. لنتابع هذه الانطلاقة وهذا التحدي الجميل اللي نشاهده من خلال هذه الأشواط الصباحية الجميلة مع هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. ينطلق هذا الشوط يحمل منافسات الأبكار، هو الأربعة كيلو مترات هي المسافة إلى خط النهاية. ونبدأ مباشرة بالتعرف على أول الأسماء المتقدمة في هذا الشوط، وشعار هجن الغراف هو للأسماء المتقدمة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. نتابع هذا الانطلاق الجميل من مرور من هجن الغرافة ويضمرها المدهش سالم بن عامر المدهوشي من يقدم لنا مرور على مقدمة هذا الشوط، بينما النقلة إلى المركز الثاني لنتابع مع ثاني المراكز. مشاهدين الكرام يأتي التقدم في هذه اللحظات من شعار هجني أم الزبار على مستوى المركز الثاني، ومن خلال تقدمي وقود اللي خذت المركز الثاني من هجني أم الزبار عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري من يقدم لنا وقود على المركز الثاني، بينما النقل إلى ثالث المراكز. نتابع تعويض من تتقدم على المركز الثالث من هجني أم الزبار بمتابعة مبارك بن محمد بن صرير من يقدم لنا تعويض على المركز الثالث. وفي المركز الرابع رابع المراكز هذه أبعاد مع المركز الرابع من هجني أم الزبار ويضمرها جابر بن علي النجم المري، بينما في المركز الخامس مشاهدين الكرام نتابع التقدم في هذه اللحظات أيضا والوصول من قبل جناح اللي خذت المركز الخامس من هجن أم الزبار عبد الله بن علي بن سلام الهاجري أيضا يقدم لنا جناح على المركز الخامس. هكذا النتيجة مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل للمراكز الخمسة الأولى، ولكن هناك ثلاثية جميلة على خط البداية وعلى مقدمة هذا الشوط نشاهدها من خلال هذا الكادر العلوي من قناة الريان الفضائية. لنتابع أيضا هجن الغرافة من تتقدم حتى هذه اللحظات من خلال تقدم مرور على مقدمة هذا الشوط ويضمرها المدهش سالم بن عامر المدهوشي، ولكن من الجانب اليمين وفي عمق الميدان هذه وقود متواجدة من هجن أم الزبار عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري، ومن الجانب اليمين جاوز التعويض في هذه اللحظات وبدأت تتقدم من هجن أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير. بدأ الوحش أيضا هنا بالتحديات الجميلة، بينما في المركز الرابع هنا الوصول يأتي من أبعاد من هجن أم الزبار بمتابعة جابر بن علي النجم المري من قدم لنا رباعية المقدمة من خلال تقدمي وانطلاقة أبعاد. وفي المركز الخامس خامس المراكز مشاهدين الكرام بعيد عنا نسبيا، شوف الفارق هنا رباعية جميلة تسير بتحديات مميزة وانطلاقات جميلة هنا على مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الخامس هنا جناح من أجري أم الزبار عبد الله بن علي بن سلام الهاجري، وصلت الأسماء، شوف الأسماء القادمة اللي نتابعها في هذه اللحظات. يا سلام على الاسم الواصل، وصلت وجد مشاهدين الكرام، او هذه تتقدم فضة من هجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني مع المركز الخامس يقدم لنا تحديات هذا الانطلاق من فضة. هذه النتيجة مشاهدين الاعزاء، ولكن العودة الى مقدمة الشوط مع اجواء الكيلو متر الاخير. الله 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 الله، تعويض 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 على مقدمة الشوط على المركز الاول. تنطلق بالصدر بالمقدمة من هجني أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير يقدم الانطلاقة من تعويض على مقدمة الشوط، وهجن الغرافة على المركز الثاني مع مرور. وفي المركز الثالث تواجد أيضا من وقود من هجني أم الزبار عبد الله بن علي بن سلام الهاجري، وفي المركز الخامس أبعاد من هجن أم الزبار جابر بن علي النجم المري، وخامسا متواجدة هناك أيضا فضة من هجني أم الزبار بمتابعة ناصر
المنتظر من حمد بن مسفر الشهواني، ولكن خلونا مع تعويض، مع تعويض وانطلاقتها الجميلة، مع تعويض والامتار النهائية، مع تعويض والعرض المميز الجميل، لحظة اصدار التعليمات والاوامر. الله يا بن صرير يقدم لنا تحدياته، يقدم لنا هذا العرض الجميل من تعويض على مقدمة الشوط، ابعدت عن بقية الاسماء بعرض جميل ونهاية ذهبية. سلام 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 الى مؤسسة هجري ام الزبار، ومشكور يا مبارك بن محمد بن صرير يقدم لنا هذا الاسم، يقدم لنا تعويض مع نهاية جميلة ونهاية ذهبية في الامتار الذهبية. سلام 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 يا تعويض سلام، هذه لحظة الوصول مع خط النهاية ومع نقطة الصفر، معلن الفوز والانتصار والناموس. تهانينا لهجن يوم الزبار، والتهنئة موصولة لمبارك بن محمد بن صرير على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، بينما المركز الثاني وصلت بروق من هجن يوم الزبار فاران بن محمد بن قريع المري، وفي المركز الثالث كان الوصول من مرور من هجن الغرافة سالم بن عامر المدهوشي. المركز الرابع وصلت فضة من هجني انتاج ام الزبار بمتابعة ناصر بن حمد بن نصر الشهواني. المركز الخامس، خامس المراكز وقود من هجن ام الزبار عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري. هكذا نتيجتنا، ولكن ملخص شوطنا الماضي، وهذه تعويض لحظة وصولها الى خط النهاية معلنة فوزها وانتصارها. ناخذ التوقيت، قطعت مسافة الاربع كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق 23 ثانية 67 جزء من الثاني. تهانينا لهجن ام الزبار، والتهنئة موصولة لمبارك بن محمد بن صرير الذي قدم تعويض بعرض مميز ونهاية ذهبية في الامتار الاخير، بينما ثاني المراكز من وصلت مشاهدين الاعزاء بروق وتوقيتها 6 دقائق 32 ثانية 49 جزء من الثاني. تهانين لهجن ام الزبار ولفاران بن محمد بن قريع المري الذي قدم بروق في اللحظات الاخيرة على المركز الثاني. اما ثالث المراكز فوصلت فيه مرور وتوقيتها 6 دقائق 34 ثانية 23 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لهجن ام الزبار، تهانينا والناموس لهجن الغرافة ولسالم بن عامر المدهوشي.